لان الايجن فاليو مات هاي المصفوفه كلها هي نفس الايجن فاليو مات شنو مصفوف الماتريكس اي، لكن احنا عزلناها قلنا ذني الاوبزرفبل ذني الان اوبزرفبل. هاي الايجن فاليو مال اي 113 اوبزرفبل ايجن فاليو، والايجن فاليو مات الاي 22 هو ان اوبزرفبل ايجن فاليو. بس احنا نعرف هسه عرفنا هسه هاي المرحله احنا شو عرفنا سوى هالمرحله سواء عندنا طريقه شلون نعزل الكنترولبل ايجن فاليوز والانكنترولبل ايجن فاليوز او الكنترولبل سبيس والانكنترولبل سب سبيس. وعرفنا شلون نعزل الاوبزرفبل والان اوبزرفبل سبيس سب سبيس. زين نقدر نسوي طريقه بحيث نعزل كل يعني مثلا ست احيانا عندك state او eigen value controllable بس ايش بيها observable هي نفسها هم controllable هم شنو observable هم تقدر تسيطر عليها هم تقدر تقراها، لكن عندك احيانا eigen value هي controllable بس انا observable ما تقدر تقراها. زين واكو عندك لا عندك eigen value هاي صار عندك شنو عندك نوعين، اول واحد هم controllable هم تقدر تسيطر عليها وهم شنو هم تقدر تقراها controllable observable، واكو عندك لا تقدر تسيطر عليها بس ما تقدر تقراها كنترولبل ان ابزرفبل، وعندك الحاله الثالثه ايجن فاليو تقدر تقراها بس ما تقدر تسيطر عليها ان كنترولبل بس شنو ابزرفبل، وعندك الحاله الرابعه اللي هي مشكله اللي هي ان كنترولبل ان ابزرفبل، عندك ايجن فاليو لا تقدر تسيطر عليها ولا تقدر تشوفها. زين ثاني ابتكرت يعني شفنا طريقتي انه هذيك الطريقه شنو تقدر تسوي بها تعزل الكنترولبل او الكنترولبل، وهاي الطريقه نعزل بها الاوبزرفبل او الاوبزرفبل. هل اكو طريقه تعزل لي ذني الاربع حالات؟ نعم اكو طريقه يسموها كالمان، طبعا احنا حتى من اللي خدناه هو كالمان ديكومبوزيشن، بس الكالمان ديكومبوزيشن العام انه شلون نعزل الاربع حالات انه طبعا يرمزون للكنترولبل والاوبزرفبل سي او اعتبار كنترولبل والاو شنو اوبزرفبل هالدور هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه شنو عندك كنترولبل وانا اوبزرفبل، طبعا الان اوبزرفبل يحطون خلينا نقول بار فوق باعتبار عامل يميزوها، فعندنا كنترولبل وان اوبزرفبل اللي هي سي والاو بار، عندنا بالعكس هالدور ان كنترولبل سي بار شنو او ان كنترولبل شنو اوبزرفبل، عندنا الحاله الرابعه ان كنترولبل ان اوبزرفبل شلون نعزلها نستخدم طريقه اللي هي كالمان ديكومبوزيشن. ناخذ نظام الاكس دوت يساوي على اكس زائد البي يو والواي يساوي على سي اكس، والاي هي مصفوفه مربعه والبي هي ان في ام والسي هي بي في ام. زين عندنا نقول اكو رقم الكيو سب سي، هذا شيء مثل لي الرانك مات منو الرانك مات مات المصفوفة C اللي هي controllability matrix باعتبار المصفوفة شبيها الرانك مات deficient، يعني هو ما راح يساوي لي N واضح باعتبار اكو بيها controllable space واكو بيها uncontrollable space، فقلنا ال Q sub C هو شنو الرانك مات او ال dimension مات الرانك مات Q sub C، ال Q لل O نسميه هو رقم هو شنو الرانك مات منه مال observable matrix اللي هو هندسي، هو الدايمنشن مال النول سبيس مات منه مات الاوبزرفابيلتي ماتريكس اللي هو ال n ناقص ال q. زين ال q سب سي او بار ماشي هو شنو هو الدايمنشن مات الرينج مات الكونترولابيلتي تقاطع شنو يتقاطع انترسكشن ويا النول سبيس مات الاوبزرفابيلتي ماتريكس. شلون نسوي الديكومبوزيشن هذا؟ وهذا يحددنا الابعاد مال هاي المصفوفات اللي راح نعزل بيها الكنترولبل والانكنترولبل كنترولبل والانكنترولبل والابزرفبل كنترولبل ابزرفبل كنترولبل انا ابزرفبل والانكنترولبل والابزرفبل والانكنترولبل والان ابزرفبل اللي هي راح نشوفها هنا. فيقول there is a non singular نفرض اكو مصفوفه non singular اللي هي راح تحول لي النظام، لو انا عندي نظام واريد اعزل له بهاي الطرق حول لي النظام الى هاي المصفوفه اللي تشوفوها امامك، الاي راح تصير بهالشكل والبي راح تصير بهالشكل والسي راح تصير بهالشكل.
بحيث الكنترولبل اوبزرفبل هنا، كنترولبل اوبزرفبل هنا، الكنترولبل ان اوبزرفبل هنا، واضح؟ الكنترولبل والاوبزرفبل هنا، الكنترولبل ان اوبزرفبل هنا، والدور هذا هنا. الثالثة ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها الكنترولبل ان اوبزرفبل، والرابعة هي الكنترولبل ان اوبزرفبل. يعني هاي راح تشوفوها. ذني هنا دائما هاي الصفات، ذني ما بيها ما لنا حاجة. هنا الاي اي اي اللي هي تطلع هاي وهاي 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 ايش بيها؟ ابعادهن شنو؟ مربعات كيو باي كيو، واضح؟ والاي معدات مجموعهن ذني الكيوات، مجموع هاي وهذا وهذا وهذا، مجموع عمدتهن او صفوفهن بهذه المربعات، ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي ان، واضح؟ وذلك الايجن فاليو مالت الاولى هاي ايش بيها؟ وان كنترولبل اوبزرفبل. الايجن فاليو مالت اي 2 2 ايش بيها؟ كنترولبل بس ان اوبزرفبل. الايجن فاليو مالت الاي 3 3 هاي اللي هو ان كنترولبل اوبزرفبل. والأخيرة الاي 4 4 هو الايجن فاليو ايش بيها؟ ان كنترولبل ان اوبزرفبل. واضح؟ ونجي الابعاد، من الابعاد بعد تستنتج شنو تبي بالمكان واحد يستنتج شنو؟ هذا الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 شلون أبعادنا؟ هذا الـ Q1 هو ما controllable ولا observable، يقول ناخذ controllable space نطرح نوعا أبعاد controllable space الـ Q مات C، ناخذ شنو الـ Q مات C observable، الـ Q2 مات هو شنو اللي هو controllable unobservable، الـ Q3 راح يسوي مات observable ناخذ controllable زائد منه زائد هذا، والرابع يساوي الـ N ناخذ هو العدد الكلي ناقص الأوبزرفبل ناقص الكيو كنترولبل أوبزرفبل. إذا البي شلون نسويها؟ البي نجي هاي البي هي أعمدتها، هي عبارة عن مصفوفات، هاي مصفوفات، هاي أعمدة أعمدة أعمدة. البي 1 والبي 2، البي 1 هاي الأعمدة البي 1 والبي 2 ناخذها من البيسز أوف الرينج مات منهم مال كنترولبلتي ماتريكس. نجي الكنترولبلتي ماتريكس، نجي الكنترولابلتي ماتريكس ناخذ منه أعمدة اللي من عندها، ناخذ أعمدة من عندها اللي هي شبيها لينيرلي اندبندنت، لينيرلي اندبندنت على مود تطلع لي الكنترولابل سب سب لينيرلي اندبندنت، واضح؟ زين البي هاي البي 1 والبي شنو والبي 2، نجيب الأعمدة مين؟ من الكنترولابلتي الرينج مال الكنترولابلتي. زين أعمدة الـ P2 قايمها من الـ Bases، طبعاً الـ Bases المفروض تعرفون شلون تطلعون الـ Bases، شوفوا براجعوا باللينير الجبرة شلون تحسب الـ Bases، طبعاً هو في شيء بسيط كلش بسيط الـ Bases مات المصفوفة، طبعاً راح تحول أي مصفوفة لما تطلع الـ Bases مالتها تحولها إلى Rho Echelon Form، Rho Echelon Form يسحبها REF، REF دوروا على REF تعرفون شلون تحسبوها، طريقة بسيطة بسيطة وسهلة. راح تطلع عندك أعمدة، هذا الأعمدة اسمها بيسز مال المصفوفة. الكولوم مات شنو؟ مات البي 2، راح تحسبها من البيسز مات تقاطع الكنترولابلتي ماتريكس ويا النول سبيس مات منو؟ مات الأوبزرفابلتي ماتريكس. الأعمدة البي 2 والبي 4 من البيسز مات النول سبيس مات الأوبزرفابلتي. والأعمدة مال الـ P3 هي تختارها لكي تجعل الـ P يشبهها non-singular، على مو تجعل الـ P non-singular.